نظم اليوم متعامل الهاتف النقال أريد الدورة التكوينية 60 لفائدة صحفيين، وخصصت الدورة لشرح تقنية الجيل الرابع، حيث نشطت الدورة أو نشطت من طرف مجموعة من الخبراء المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التفاصيل رصدتها إيمان عياش. واليوم نظمنا هذه الدورة حول الجيل الرابع لأنه هو موضوع آني يتناوله ويعالجه الصحفيون لتقديم معلومات تقنية، ما هوش الترويج لمنتجات أريد، وإنما التعريف بهذه التكنولوجيا حتى يسمح للصحفيين في التمسك والإدراك المصطلحات التقنية. وما إن شاء الله راح الجزائر تبقى دائما تسير هذه التطورات، وفي المستقبل ان شاء الله نمشيو للجيل الخامس كما البلدان الاخرين، ولكن يبقى لنا التحدي الكبير هو ماذا نصنع بهذه التكنولوجيا، وهذه ترجع للكفاءات تاعنا، للطاقات الموجوده في الادارات، في الوزارات، في المؤسسات، لتصميم مضامين ومحتويات سوف ترفع من حسن العلاقه بين الاقتصاد الرقمي وبين تكنولوجيات نقل المعلومه. اليوم الجيل الرابع راه في انتشار سريع في دول العالم، موجود اليوم في بلادنا وعند ثلاث متعاملين، يعني شيء جيد. هذا وعلى هامش الدورة كدا مدير الاتصال والعلاقات العامة لأريد رمضان جزائري عن إطلاق مسابقة نجمة للإعلام شهر جانفي المقبل. أن في جانفي إن شاء الله حنطلق الدورة 11 لمسابقة ميديا ستار نجمة الإعلام، اللي رايحة نوسع فيها مجال، يعني المشاركة رايحة تتعدى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، رايحة تتناول حتى مواضيع المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ليكونومي نيميريك، اللي هو موضوع آني، لأن الآن ما نتحدثوش فقط على التكنولوجيات الحديثة وإنما على الاقتصاد الرقمي، لأن فيها نيكو سيستم.